طبعا احنا لازم كديزاينرز اوف ميديكال ديفايسز لازم نبقى واخدين في اعتبارنا الفيزيكال انفايرمنتال فاكتورز عشان نقدر ان احنا نعمل التصميم بتاعنا بطريقه افكتيف. يعني لازم يبقى في اعتبارنا النويز والفايبريشن والهيوميديتي والهيت اللي الديفايس بتاعتنا بتعمل لها جنريشن علشان ما تاثرش على الانفايرمنت اللي حواليها، لان دي ممكن الحقيقه تفرق مع المكان، مع البيشنت ومع البيرسونال بطريقه عاليه جدا. يعني لما بتكلم مثلا على جهاز بيعمل نويز عاليه، اكيد الجهاز ده بعد فتره بيبقى الناس اللي حواليه من الميديكال بيرسونال بيبقوا طبعا عندهم مشكله من النويز اللي بيعملها جنريشن. لو بتكلم على مثلا ان الجهاز ده بيولد حراره عاليه حواليه، يبقى معنى كده برضو لازم ابقى عامل حسابي، لان ده برضو ممكن ياثر على البيشنتس وعلى الميديكال بيرسونالز الموجوده ويخليهم مش مستريحين في جوار الجهاز ده. ففي بعض الحاجات لازم ناخدها في اعتبارنا علشان ما تأثرش على الهيلث كير بيرسونال والبيشنتس الموجودين عندي. برضه مهم جدا ان احنا نبروتكت الديفايس بتاعتنا من انها يحصل لها اي تلوث من يعني الانفايرمنت اللي موجوده حواليها، او يحصل لها مثلا الكتريكال انترفيرنس او الكترومغنتيك انترفيرنس او اي حاجه من الحاجات اللي ممكن تخلي درجه حرارتها تعلى او الهيوميديتي اللي حواليها تبقى عاليه، بحيث ان الاوبريشن بتاعها يحصل له اي تاثير. فلازم نبقى عاملين في اعتبارنا يبقى في بروتكشن جوه الجهاز نفسه، لو حصل اي حاجه من الحاجات دي نعمل ايه اولا، ويبقى نقدر ان احنا نفيل سيف ازاي. يعني الجهاز بتاعنا يحصل له يعني فيل سيف يعني ازاي، يعني انا يعني الجهاز ما يشتغلش، بس يشتغل ما يشتغلش بطريقه ما تاذيش البيشنت ولا الايه ولا اليوزر. وفي نفس الوقت لازم برضو نتكلم على الميديكال يعني مينتنس بيرسونال، يعني نتكلم على الاشخاص اللي هم بيشتغلوا على الجهاز، كمان نتكلم على البيشنتس ان احنا لو بيتعاملوا مع الجهاز ده ما يحصلهمش الكتريكال شوك ولا ثيرمال بيرنز ولا اي حاجه لها علاقه بالانفكشن، يعني تسمم مثلا او انفكشن او اي حاجه لها علاقه بان هم يتعرضوا لراديشن ملوش لازمه، او بنتكلم على فيجوال انجري ان ممكن مثلا عينيهم يعني يحصل لها اي نوع من انواع الدامج، او لو كان مثلا في بعض الحاجات اللي ممكن يبقى فيها يعني اكسبلوسيف فيومز مثلا، يبقوا برضو يبقوا اوير برضو بحاجه زي كده بحيث ان هم يبقوا ياخدوا البريكوشنز اللازمه عموما، واي حاجه فيها بوتنشال هازر زي مثلا لو احنا عندنا حتى ترابيزه فيها شارب ايدجز او كورنرز بالنسبه للديفايسز حتى نفسها لو كان فيها برضو نفس الحاجات دي، لو مثلا الجهاز ده ممكن ان هو يحصل له ان هو يقع او ان هو يعني بشكل من الاشكال يعني ممكن هو يعني يحصل ان هو يجي على بيشنت او يعني حجمه نفسه او وزنه نفسه يبقى يعني البيشنت يتعرض ليه. طبعا ده ممكن الكلام ده كله لازم اخد في اعتباري يعني كل الحاجات اللي ممكن هي تسبب لليوزر او كل الناس اللي حوالين الجهاز عموما، سواء كان مينتنس بيرسونال يوزرز اللي هم من الهيلث كير ستاف او من البيشنتس، ان هم ما يتعرضوش لاي مشكله من التعامل مع الجهاز دوت. وفي نفس الوقت لازم اتاكد 100% ان كل اساليب الكوميونيكيشن بتاعت اليوزرز مع بعض بتبقى مينتيند وما بيحصلش فيها مشكله، لازم ان هي اقدر ان انا كوميونيكيت مع الجهاز بطريقه افكتيف، ولازم الناس اللي حوالين الجهاز يقدروا يعملوا كوميونيكيشن مع بعض بطريقه افكتيف، لازم ان الحاجات دي كلها تبقى مينتيند بكل السبل عشان ايه برضو البروبر يوز بتاع الجهاز يبقى مينتيند. من الحاجات برضو اللي لازم ناخدها في اعتبارنا في التصميم ان احنا we have to minimize the psychophysiological stress and fatigue in the use environment. يعني لو في حاجة يعني مثلا لما بعمل مثلا صوت بتاع البيبنج بتاع مثلا اجهزة الرسم القلب ده، الحقيقة لو كان معمول بتون معينة بصوت عالي شوية زيادة، الانتنس بتاعتها عالية شوية زيادة، بعد شويه بتعمل سايكو فيسيولوجيكال ستريس، وده ممكن يبقى الحقيقه يعني بيبقى صعب جدا شخص يقعد جنب الجهاز فتره طويله. فاحنا مش عايزين حاجه زي كده، لازم ناخد الكلام ده في اعتبارنا علشان يعني نسمح للناس ان هم يقوموا بعملهم من غير ما يكون في اي ستريسز او فاتيج في من اليوز انفايرمنت يتعرضوا ليه. بنتكلم برضو على البوتنشال افكتس، يعني مثلا بنتكلم على الناتشرال والارتفيشال الامينيشن، يعني ممكن نتعرض ان احنا الجهاز بتاعنا يبقى يا اما شغال في النهار مثلا والشباك مفتوح مثلا ونور النهار هو اللي بينور الاوضه، او في ارتفيشال الامينيشن موجود. هل نقدر او يعني الجهاز بتاعنا هل بيبقى فيه عنده اختلاف بين الاتنين دول؟ هل بيبقى فيه يعني ممكن مثلا الاوبريشن والكنترول بتاعه والمينتنس بتاعه ممكن يتاثر بان انا ببص على الجهاز ده في ناتشرال لايت ولا في ارتفيشال لايت؟ دي حاجه مهمه جدا لازم ناخدها في اعتبارنا. لو احنا عندنا برضو بنفكر في ان الجهاز ده ايفينشولي اي جهاز لازم يحصل له مشكله، يعني لازم اي جهاز في الدنيا مش هيفضل شغال طول عمره من غير ما يحصل ان هو يحتاج صيانه، فلازم يبقى عندنا رابيد
وسيف وسيمبل ايكونوميكال مينتننس اند ريبير. يعني ما يبقاش عندنا موضوع الصيانه بتاعه الجهاز ده يبقى معنى كده ان انا الجهاز بتاعي يقف يوم بحاله مثلا وشخص قاعد شغال فيه وكل حاجه معقده. لا، عايزين كل حاجه تبقى سهله بحيث ان انا اقدر اعمل المينتننس والريبير بطريقه بسيطه وسهله وامنه في نفس الوقت. من الحاجات المهمه جدا برضو ان احنا بيسكلي لو انا بتكلم على الديفايس نفسها البوزيشن بتاعها، البوزيشن بتاعتها بالنسبه للبيشنت، بالنسبه لليوزر وبالنسبه للبيشنت. الحقيقه بنتكلم على الجزء دوت، يعني الديفايس هتستعمل ازاي وهل هتتحرك ولا مش هتتحرك. يعني معنى ان انا دلوقتي الديفايس بتاعتي دي ممكن انها تبقى موجوده ثابته وممكن ان هي يعني هتتحرك مع البيشنت او ممكن هي نفسها بتتحرك عشان تروح لبيشنت. فدي برضو حاجه مهمه قوي علشان ابقى عارف ان الجهاز ده متصمم للكلام ده ولا لا. يعني في بعض الاجهزه مش متصممه عشان تتحرك من مكان لمكان، في بعض الاجهزه اكشوالي لو حركناها من مكان لمكان ممكن يبقى يحصل لها مشكله. فلازم يبقى عاملين في اعتبارنا واخدين في اعتبارنا الجهاز ده هيحتاج يشتغل ازاي علشان نصمم جهاز عشان يبقى ايه، يبقى يعني سوتابل علشان الاوبريشن ريكويرمنتس دي. والحقيقه لازم برضو نبقى عارفين الالكتريكال والالكترومغنتيك كاركترستكس بتاعت الفيزيكال انفايرمنت، لان دي طبعا ممكن تاثر لي على الاوبريشن بتاع الجهاز بشكل كبير. وطبعا في مستشفيات كتيره الحقيقه بيمنعوا استعمال الموبايلات مثلا اللي هي اجهزه الهواتف المحموله علشان بيبقى بتعمل تاثير سلبي على بعض الاجهزه. فدي لازم نكون واخدينها في اعتبارنا ونبقى موضحين كويس قوي اذا كان مثلا يعني الفيزيكال انفايرمنت دي لو كان فيها الكترومغنتيك راديشن او الكتريكال مثلا في الالكتريكال كارنت الموجود فيها مثلا حصل فيه جليتشز مثلا او حصل فيه سبايكس مثلا بشكل معين الجهاز هيتاثر ازاي. ولازم يبقى الكلام ده واضح علشان يبقى برضو اللي بيستعمل الجهاز ده يبقى عارف بالظبط بيعمل ايه. وفي نفس الوقت طبعا لازم نكونسيدر اليونيك اسبيكتس اوف هوم يوز. يعني لو في شخص بيستعمل نفس الجهاز هو اللي كان موجود في المستشفى بيستعمله في البيت، طبعا بنلاقي في بعض الحاجات يونيك في البيت. طبعا بنتكلم على ان الشخص اللي موجود في البيت ده بيبقى لايكلي ان ما يكونش معاه حد، ممكن يبقى قاعد لوحده في البيت مثلا، وبيبقى برضه لازم ان هو يبقى قادر ان هو يشغل الجهاز او ان هو لو حصل في مشكله في الجهاز يقدر يتصرف بحيث ما يبقاش في خطر على حياته. فطبعا في بعض اليونيك اسبيكتس في الهوم يوز لازم ناخدها في اعتبارنا.